فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ينتشر عند بعض الناس عادة وهي ما يسمى بعشاء الوالدين، حيث يذبحون ذبيحة في ليلة معينة من شهر رمضان ثم يوزعونها على الفقراء، فهل هذا مشروع؟ نعم، هذا من إطعام الطعام في رمضان، وإطعام الطعام في رمضان أفضل من غيره لأنه وقت الحاجة والصيام، فلا بأس بذلك. لكن تخصيص ليلة هذا لا دليل عليه، لا دليل على تخصيص ليلة من رمضان مثل ليلة الجمعة، هذا لا أصل له. نعم.